هتتزوج ورايح على فين يا حماد؟ ايه يا ابو هتزوج ايه؟ شايفاني بنت ولا ايه؟ لا راجل ماشي بردك. رايح فين؟ رايحين نلفوا في الانتخابات. ابوك قالك تروح معاه؟ من غير ما يقول، خلينا نشوف البلاد والدنيا. جدع يا حماد خليك مع ابوك. والله جو حلو جو الانتخابات ده، مولد وعزايم وكرايب ويفط. اصلا انا احب الحركه. المهم ما تبقاش زي العبد ابو قرش. يعني ايه يا ام عبد بقرش؟ يعني توري ابوك شغلك، مش تبقى زي العبيط رايح جاي كده وخلاص. ايه يا ام عبيط وعبد بقرش؟ قصدك ايه يعني؟ زمان لما كان في عبيد كان في عبد غالي وعبد رخيص بقرش. العبد الرخيص يروح يجيب الطلب في سنه ويجيبه غلط ويخسر سيده 5 قروش، يبقى مين احسن، ابو قرش ولا ابو قرشين؟ يوم احنا دلوقتي في زمن الدولار، لا عبيد ولا قروش. خلي ابوك يشوف شجاك، فاهم؟ فاهم يا مندة. سلام مندة. رايح فين يا حاج محمد؟ عاوز ايه؟ اؤمر. عاوز قرش. خد. لا قلت عاوز قرش. ما عادش في قروش دلوقت، لغوها. طب اقول لك رايح فين؟ رايح مشوار، ادعي لي. خدني معاك وانا ادعي لك. لف اركب. هيركب فين يا عم الحاج؟ هيرول. وماله يا ولدي؟ احمد معلش اركب قدام. أنا وصلت خلاص، نزلني هنا. نزل يا حمدان. عاوز حاجة يا حاج؟ ادعي لنا. رايحين بلد جنبنا عشان الانتخابات. أدعي لك تنجح. ادعي لأخوي. أخوك ربنا معاه. اسمك إيه مولانا؟ اسمي ناجح. الله أكبر، ناجح يا أحمد. ناجح اسم أنا. اسمي جميل ناجح. سلام، اطلع حمدان. استنى أنت أبو مرعي. مرعي الله يرحم. الحاج أبو كامل وخيري وجودة وحماد يا ناجح. ولسه إيه؟ لسه فيه مرعي. الله يرحمه. الله يرحمه كيه وهو لسه ما جاش. انا شفتك قبل كده. خد القرش. ليه يا ولدي؟ طب هات. ربنا ينجيك وانت ربنا ينجحك يا ابو السلام عليكم. لله في خلقه شؤون. اطلع يا حمدان. بعد اسبوعين ان شاء الله يوم الانتخابات. انا جيت لكم النهارده مخصوص، وانا عارف ان البلد دي بالذات معظمها مع حسن باشا، وده مش عيب. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فوق الارض وحط على كتفنا الأمانة، والأمانة أتقل من الجبال وأصعب من النار، والراجل الراجل هو اللي يقدر يشيل الأمانة ويستحمل قسوتها ونارها. يوم الانتخابات عاوز كل واحد منكم وهو ورا الستارة قدام الصندوق يكون أمين مع نفسه ويحكم الأمانة، يا تكون راجل
وتقول الحق يا تكون أي شيء تاني. وانتوا عارفيني أنا ما أحلفش، لكن ربنا شاهد وعالم، لو أحمد مش أخوي كنت هديله صوتي. عارفين ليه؟ لأنه أمين على الأمانة. وإذا كان على الفلوس أقدر أصرف من هنا لحد الناس ما تستكفي، وإذا كان على الرجالة والحريم يوم الانتخابات أقدر أطلع اللي أنا عايزه وبس. بس أنا مش عاوز كده، عاوزكم أنتم تختاروا بقلوبكم اللي يفيدكم، لأن القلب ما يكتبش أبدا. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون، حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون، حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. انا مش بجيد الحطب، انا بحرج الحكايات وبسد دين اللي عيشني سنين مديون. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. للأسف يا جماعة حصل نزيف كبير جدا، عشان كده هنحتاج كمية دم كبيرة. احنا بنحاول نعرف مكان الرصاصة فيه من القلب، بس المهم نعوض النزيف اللي حصل. خد مني الدم اللي انت عاوزه يا دكتور. خد مني انا، محدش هيدى ابوه دم غيري. انا اللي هدى ابويا يا دكتور. يا اخوانا الحكايه مش بمزاجنا، فصيله الدم هي اللي بتحدد. الحاج فصيلته او نيجاتيف، اللي دمه زيه منكم هناخد منه. احنا محتاجين كميه دم كبيره يا جماعه، ودي مش متوفره عندنا في الثلاجات، عشان كده هناخد عينه منكم. طب يلا يا دكتور شوف مين فينا ينفع ويلا. أربع أكياس دم ومستحيل ناخدهم منك كلهم، ممكن توجع مننا. وانت مالك؟ أوجع أعيش أموت ده أبوي. أيوة فاهم، بس مش مسؤوليتي إن أحيا حد وأموت حد تاني. وأنا معيزش أعيش، إيه رأيك؟ خلاص أنا أخد منك جزء وندور في الثلاجات عن الجزء التاني. مضمنش دم أي حد تاني يخش جوا جسم أبوي. يوه مش وقت عناد يا خيري، لو عايزني أكتب لك تعهد على نفسي دلوقتي أكتب. دي ما فيهاش تعهد يا حاج خيري. اسمع، ما تخلينيش اعمل تصرف اندم عليه. انت بتهددني؟ استنى بس يا دكتور، هو خيري بس زعلان على ابوه. يعني وقت حديد دلوقتي وراي. يلا خلصني. ماشي ماشي يا حاج خيري، اتفضل ناخد الدم. خدوا دمانا، خدوا كل اللي انتوا عاوزين. اقعدي ساكته ياما، حسك ما يطلعش. حسي؟ حس ايه يا ولدي؟ هو بعد ابوك بقى لنا حس؟
وهذا الحاج محمد ما فيش يا اختي ما فيش. يا اما اقعدي حرام عليك. طب دخلوني عنده. ما ينفعش يا اما ما ينفعش. وجدي فين دلوقتي؟ تمام يا حاج خيري. ابوس يدك يا دكتور. خد كيس تاني. ارجوك يا حاج خيري مش هينفع. ارجوك انا شديد والله.